هذه دابا اكثر من عام وحنايا امبلونتي هنايا. من قبل كنا خدامين من لي بيرو ديال لو سياج في ليجيبت. حنا فخورين اننا قدينا اننا يكون عندنا مكانه في المغرب، ونحنا نساعدوا في التنميه ديال هاد البلاد اللي هي اصلا اون بورت بور لافريك. وكنتمناو اننا نقدو نكونوا حسب التوقعات اللي كاينين هنايا، حسن حظ الناس اللي معتمدين علينا باش نقدو ندخلوا دي انفستيسمون ونقدو نساعدوا في التنميه ديال هاد في التنميه ديال 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 الدوله، وبمساعده ومساهمات الشباب والخبرات المغربيه. اسمي وائل حمدي، نائب رئيس مجموعه السويدي الكتريك. النهارده كان لي شرف ان اكون موجود في المغرب علشان مع شركائنا والناس اللي بنشتغل معاهم في المغرب استعرض معاهم بعض النجاحات اللي حققناها في طول مشوارنا، بما فيها المشروعات اللي حاليا قائد التنفيذ للمجموعة في دول زي الإمارات، العراق، تنزانيا، السعودية، مصر، الجزائر والمغرب. احنا الحمد لله عندنا في الوقت الحالي مصانع في أماكن مختلفة ما بين أوروبا وآسيا وأفريقيا في مجالات صناعة الكابلات وصناعة المحولات، صناعة العوازل الكهربائية، العدادات. وبالإضافة لده كمان احنا بننفذ مشروعات لتوليد الكهرباء سواء طاقة حرارية أو طاقة مياه أو طاقة شمسية أو طاقة رياح. كمان بنقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالشبكات الكهربائية في مجالات مختلفة، بالإضافة لمشروعات المياه ومشروعات الطرق والصرف الصحي والإنشاءات الضخمة. المغرب دولة كل شركة تحب انها تشتغل في المغرب، دولة مشروعاتها منظمة، النظام الاقتصادي والقانوني والسياسي مستقر وراسخ في المغرب، وبيساعد اي حد على انه يشتغل، يجي يستثمر او يمارس اعماله في بيئة اعمال مناسبة جدا. احنا موجودين في دول كتير وموجودين في المغرب، وحاليا بنطمح لان احنا نعظم من اعمالنا في المغرب بشكل كبير.